يقول: إذا كان هنالك شخص يعتقد أو يقر التوسل بالصالحين فهل تصح الصلاة خلفه؟ يشترط في الإمام أن يكون عدلا في دينه وأخلاقه، يكون مسلما عدلا في دينه وأخلاقه واستقامته، أن يكون مثالا طيبا بالتمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة وترك الشرك ووسائله. فالذي يتخذ التوسل بالصالحين أو الأولياء أو الأموات على ما اعتاده عباد القبور اليوم ويستعمل هذا أو يرى أن هذا أمر جائز، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لأنه مختل العقيدة. إذا كان يتوسل بالصالحين بمعنى أنه يطلب منهم الحوائج وتفريج الكروبات وينادي بأسمائهم ويستغيث بهم فهذا مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة، فليس بمسلم فضلا عن أن يتخذ إماما لمسجد. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن لا يقدموا لدينهم وصلاتهم إلا سليم العقيدة مستقيم السلوك على الكتاب والسنة متجنبا للبدع والفسق. حتى المسلم الفاسق لا تصح إمامته عند كثير من أهل العلم الذي فسقه فسقا عمليا، كيف بالفاسق أو المبتدع الذي عنده خلل في عقيدته؟ هذا أشد، لا سيما إذا كان كما ذكرنا ممن يتوسلون بالأموات ويطلبون منهم الحوائج، فهذا مشرك الشرك الأكبر، لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى حضيرة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوقظ المسلمين لمعرفة دينهم والتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم وترك ما خالف ذلك من البدع والخرافات والمحدثات التي ظنوها من الدين واعتقدوها من الدين وهي بعيدة كل البعد عن الدين. اللهم آمين.